بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم سوف نتطرق سويا إلى كيف يمكنك طبعا الحصول على القرآن الكريم، يصلك طبعا مجانا إلى باب المنزل. كل ما عليك طبعا في هذا الدرس هو الدخول إلى هذا الموقع، طبعا سأضع رابطه أسفل في الديسكريبشن، ثم تأتي إلى هذه الخانة، تقوم بالوقوف على هذا الخيار الثالث كي ستور، هذا يجب الوقوف على هذا الخيار، ثم هنا طبعا تضع الاسم الخاص بك. الآن هنا تضع طبعا الإيميل الخاص بك، أنا هكذا على سبيل المثال. ثم هنا طبعا تضع البلد، طبعا العلم هذا الموقع يدعم طبعا الكتابة باللغة العربية، مثلا تقوم بكتابة البلد الخاصة بك، مثلا أنا هكذا ليبيا. ثم طبعا المقاطعة تكتب طرابلس مثلا على سبيل المثال، يعني المدينة المتواجد بها في بلدك. ثم بعد تلك المدينة تكتب المحلة طبعا أو الشارع، وطبعا كل شيء تكتب جميع البيانات والكود طبعا البريدي الخاص بك أو رقم المنزل أو رقم العمارة الخاص بك. طبعا جميع هذه البيانات سوف تضعها هنا طبعا بالترتيب بشكل عادي، ثم بعد ذلك تقوم فقط بالنقر هنا على كلمة submit بعد إنهائك لوضع جميع بياناتك هنا في هذا المجلد. هنا يقول لك طبعا thank you، وبهذه الحالة طبعا تكون قد قمت بطلب القرآن الكريم، وسوف يصلك طبعا في خلال على حسب طبعا خدمات البريد المتواجدة في البلد الخاص بك، طبعا من أسبوع إلى 4 أسابيع أو شهر، طبعا أقصى شيء شهر، وبإذن الله تعالى طبعا سوف يتمكن من الحصول على القرآن الكريم طبعا مجانا، يصلك إلى باب المنزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.